من أجل الحد من مخاطر غاز أحاد الأكسيد الكربون، نظمت شركة سوني الغاز حملة تحسيسية لفائدة مواطني ولاية الوادي، حيث شملت تركيب بعض أجهزة الإنذار. استبشرنا الوعي تاع المواطن اللي اليوم فتح لنا داره وركبنا له أجهزتين جهازين تاع الكشف على تسربات الغاز في المدخل وفي الداخل. مبادرة استحسنها سكان الولاية، فشراء مدفأة موصولة بجهاز الإنذار هو حماية وسلامة لهم. فهمتني، هذه حاجة مليحة، سيكيريتي مليح، ما عادش كاين خطر خلاص. جاونا مديري التجارة داروا لنا حملة توعوية، زاروا المحلات التجارية وعطاونا لا ليست، هذه معناتها لا مارك تشروها وفيها الجارونتي، وكان دي موديل ممنوعة في السوق. مبادرة طيبة لاباس بها، وتحد من المخاطر ياسر نتاع غاز أكسيد نتاع المدافي هذه نتاع فصل الشتاء. الأجهزة على العموم أجهزة زائرية يعني بما فيها ماكستور، زاستربو، كوبرا، جيون، كوندور، كلها يعني ما شاء الله. العملية متواصلة عبر كامل تراب ولاية الوادي، والتي ستمس جميع زبائن الكهرباء والغاز، مع تخصيص 19 فريقا تقنيا. العملية ستشمل بإذن الله حوالي أكثر من 150 ألف منزل على مستوى ولاية الواد. العملية سوف تكون مسبوقة بعملية أخرى، وهي عملية مراقبة ومعاينة التركيبة الداخلية. إن الهدف من هذه العملية التحسيسية التوعوية هو مراقبة ومعاينة الشبكة الداخلية للزبون والتأكد من مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة.